رحم الله شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، كان أب لنا جميعا، كان ينصحنا ويرشدنا دائما. وفي الحقيقة أن الأمة الإسلامية فقدت قيمة كبيرة في عالم التلاوة، وهو كان أبا حنونا لنا جميعا رحمه الله، وجعل القرآن رفيقا له يوم القيامة وأنيسا له في قبره. ونسأل الله تعالى أن يجازيه حسن الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين، وأن يكتب له بكل حرف قرأه في الحياة الدنيا قصرا في الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. شاركة من العبد الفقير في عزاء أستاذي وشيخي سيدنا الشيخ الطبلاوي، سنقرأ من آيات الله البينات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة النار وأدخل الجنة
أنت فوق الجفاك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أنت أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أنت أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله.